السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في حلقه جديده. كنتمنى باش تكونوا بخير. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا حفيظ الدراجي خرج بواحد الفيديو مسكين كيبكي وكيشكي وكيقول الجزائريين خاصكم ديروا حسابات في المواقع التواصل الاجتماعي باش تدافعوا على الجزائر، لان المغاربه راهم حقرونا، المغاربه ولاو كيجبدوا لنا التاريخ ديالنا. هذا الشيء كامل خوتي الاعزاء علاش؟ لان المغاربه خرجوا كيهضروا وكيقولوا بان خاصنا نرجعوا الصحراء الشرقيه وجبدوا الدوسي نتاع ام حسن. في تحيه كبيره للاخ صنايبي، وهذا حفيظ الدراجي بقى فيه الحال وبخرج كيبكي مسكين وكيقول بان المغاربه حقرونا وخاصنا ندافعوا على الجزائر. المهم خوتي الاعزاء ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم تفرجوا وتعطوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات. ما تبخلوش علينا اصدقائي الاعزاء بلايك، لان اللايك ديالكم هي اللي كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. يلا نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. الدرجه التي بلغتها الحملة التي تتعرض لها الجزائر خلال الأسابيع، خليني أقول الأشهر القليلة الماضية، حملة كبيرة جدا. كنا نعتقد من أناس كنا نعتقد بأنهم جيران، كنا نعتقد بأنهم إخوة، وبأنه مهما كانت وبلغت درجة الاختلاف عمرها ما تصل إلى درجة الفجور في الخصوم. تحولت هذه الحملة إلى سياسة تقريبا ممنهجة لتهديم وتحطيم والتشكيك في كل ما هو جزائري بصفة عامة. بلغ بهم الأمر درجة التشكيك في هويتنا، بلغت بهم الأمر درجة التشكيك في عقيدتنا، في ماضينا، في حضرنا، في مستقبلنا، في ثورتنا، في شرفنا، في الكثير من الخصوصيات الجزائرية. وبلغ بهم الأمر درجة التشكيك حتى في جغرافيتنا، من خلال حديثهم عن مناطق جزائرية ليست جزائرية أو صارت جزائرية بعد استقلال الجزائر مباشرة لأسباب تاريخية. هذا التنبيه صراحة من الأخ، والذي أنا أيضا لاحظته بشكل كبير جدا، وأكيد لاحظتموه من دون شك أنتم كذلك كل واحد من موقعه، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كثير من وسائل الإعلام، شدني واضطرني لكي أعمل هذا الفيديو الخاص وأعلن بالدرجة الأولى وبشكل رسمي وصريح دعمي لفكرة اللاعودة التي طرحت على مستويات عدة رسمية وشعبية من بسبب ناس تجاوزوا كل الحدود في كل شيء، وبسبب ناس أيضا لا يبدو أنهم سيتوقفون عند هذا الحد. وبالمناسبة أيضا أعلن كذلك دعوة أو وجه دعوة لكل الجزائريين، سواء كانوا مؤسسات أو منظمات أو جمعيات أو أفراد، لكي أدعوهم بهذه المناسبة إلى الالتفاف حول وطنهم. أدعوهم إلى الرد، لا أدعوهم إلى التهكم ولا إلى التهجم ولا إلى سب الناس ولا الافتراء عليهم ولا انتهاك خصوصياتهم ولا شرفهم ولا تاريخهم ولا ثقافتهم ولا عاداتهم ولا مبادئهم. فقط أريد أن أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن جزائرهم. أدعو الجزائريين إلى الدفاع عن حملة الاختطاف التي تتعرض لها الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري والتاريخ الجزائري، لدرجة صاروا ينسبون نجاح الثورة واستقلال الجزائر إلى أنفسهم. هذه الجزائر التي لا يعترفون بها قبل سنة 62، من جهة يقولون بأن لهم الفضل في استقلال الجزائر، ومن جهة لا يعترفون بهذه الجزائر قبل سنة 1962. أنا هنا طبعا لا أدعو إلى رد الفعل بنفس الشكل كما قلت من البذاءة والسخافة والحقارة وقلة الأدب. لا أدعو كذلك إلى التعرض إلى أعراض الناس ورموزهم وشرفهم، لكنني أدعو الشعب الجزائري كله، أقول كله بكل أطيافه، إلى الفعل والانخراط في الدفاع عن قيمنا ومبادئنا وشرفنا وقيمنا
وهويتنا وثورتنا ومكتسباتنا وأجيالنا الصاعدة. أدعو بالدرجة الأولى النخبة، أدعو المثقفين، أدعو المؤرخين، أدعو الكتاب والأدباء والشعراء والممثلين وحتى الفنانين والرياضيين، وأدعو بالدرجة الأولى كذلك المؤثرين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للانخراط في عملية، خلينا نسميها عملية التوثيق، وإعادة النظر كذلك في العديد من المصطلحات التي كنا نستعملها في منظومتنا التربوية والدراسية. نعود النظر في الكثير من المصطلحات التي كنا نستعملها عادة على نياتنا طبعا، ويستعملها غيرنا بخبث كبير وكبير جدا. بشكل دقيق أريد من خلال هذا الفيديو أن أدعو بالمناسبة مؤسسات الدولة خاصة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في المقررات الدراسية. أنا قلتها من زمان ونكررها اليوم، خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا، دون خجل ودون تردد ودون رحمة إن اقتضى الأمر. من خلال وزارة التربية أدعو كل المؤسسات للقيام بواجبها، بما في ذلك وزارة الاتصال، من خلال وسائل الإعلام وفتح لهؤلاء المثقفين والمفكرين والكتاب والمؤخرين لكي يخرجوا إلى الشعب الجزائري بكل ما يجب أن يقولوه عن تاريخ شعب عظيم وتاريخ بلد عظيم. أدعو وزارة الثقافة من خلال مراكزها ومديرياتها ونشاطاتها أيضا إلى رد الاعتبار للهوية الجزائرية الثقافية، وزارة السياحة بكل ملفقها كذلك، وزارة الشباب والرياضة بدور شبابها بأنديتها وجمعياتها ونخبتها ورياضيها ومدربيها وإداريها وكلهم. أدعو أيضا بالمناسبة لما لا وزارة الدفاع الوطني ووزارة المجاهدين بمجاهديها وبمتحفها وموروثها الثقافي الثوري، وأدعو كذلك وزارة الشؤون الدينية من خلال مساجدها التي تعتبر واحدة من المقومات والعوامل التي تساهم في بناء الشخصية، بالإضافة إلى الأسرة والشارع والمدرسة. المسجد أيضا عنده دوره على غرار دور المنظمات والجمعيات التي ينتمي إليها كل طفل وكل شاب جزائري. علاش؟ لأنه تيقنا وبدأنا نتيقن كل مرة أنه لو تضعف الجزائر وتسقط سيتكالبون عليها كلهم. لذلك علينا أن نتجند، علينا أن نكون أقوياء، وعلينا أن ندعو ليكون جيشنا قوي وقوي جدا كل ما اقتضت الضرورة ذلك، وجبهتنا الداخلية أيضا تكون قوية جدا. للأسف الشديد التكالب لم يقتصر على الغريب كما لاحظتم في الآونة الأخيرة، بل تجاوزه إلى القريب الذي تجاوز بدوره كل حدود اللباقة والأدب والأخلاق، تجاوز كل حدوده في الفجور وفي الافتراء وفي الكذب. طبعا هذا من دون مقابل، هذا ليس من دون مقابل. توعية ضرورية حبيت نقول اليوم، تقوية الجبهة الداخلية أيضا ضرورية، قيام كل مؤسسة وكل جماعة وكل فرد بواجبه كل في مجال اختصاصه صار ضروري أيضا، لأن الهجمات في الجهة المقابلة تتضح بأنها منظمة، تتضح بأنها ليست عفوية ولا بريئة تماما، تجاوزت كل الحدود، وحان الوقت لكي نضعها عند حدها في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الأخلاقي اللازم الذي يتحلى به كل الجزائريين. في نهاية المطاف أنا أتصور مثلما أشار لزميلي اللي نحييه بأننا في حرب، والحرب لا تعني فقط استعمال السلاح العسكري، نحن في حرب وجب النفير للقضاء على أوهام من يعتقدون أيضا بأن الطيبة ضعف، لأن طيبة الجزائريين ليست ضعف. مرة أخرى لا أدعو إلى التهكم، بل أدعو إلى الدفاع، وأدعو إلى الالتفاف حول بعضنا البعض، لأننا نملك رصيد ونملك تاريخ ونملك ثورة ونملك حضارة ونملك شهداء ومجاهدين ورجال ونساء حتى أطفال قاموا ويقومون بواجبهم من أجل وطنهم بغض النظر عن السياسات وبغض النظر عن الأشخاص، لأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن تزول بيننا كل الخلافات وكل الاختلافات. نحن في حرب، وأنا مع فكرة من يعتقد بأننا وصلنا إلى درجة اللاعودة
لأننا انتظرنا كثيرا واعتقدنا بأن الحملة مؤقتة وستزول مع الوقت، اتضح بأنها مقننة مسيسة ومحضرة كما ينبغي ومؤطرة كما ينبغي، تريد أن تمس عمق الشعب الجزائري وعمق المجتمع الجزائري في حضارته، في تاريخه، في شرفه، وفي مقوماته ومبادئه، وتريد أن تمت أن تريد أن تمس الأجيال الصاعدة وتؤثر عليها. هذا كان ندائي الأول. أكيد سأضطر مرات عديدة لتسجيل فيديوهات من هذا النوع لكي ألفت الانتباه والنظر إلى هذه الحرب التي تشن علينا، التي لا نريدها ولكن يبدو أننا مضطرين لكي نأخذها سلميا، طبعا نأخذها بتقوية أنفسنا بالدرجة الأولى وحماية بلدنا بالدرجة الثانية بالوسائل السلمية والحضارية بالقلم، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك أدعو كل الجزائريين إلى فتح حسابات في كل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل ذكر على الأقل اسم الجزائر والاعتزاز بذلك. كيف ما شفتوا معنا اخوتي الاعزاء، الفيديو ديال اليوم هذا كنتمنى باش تكونوا ضحكتوا وفوشتوا شي شويه مع هذا حفيظ الدراجي، لانه صراحه خارج مسكين كيبكي ويشكي في هذا الفيديو هذا. هو راه غير ما قدرش يقول بان المغاربه راه حقرونا، المغاربه راه دائما ولاو كيتعدوا علينا. صراحه المغاربه خرجوا في هذا حفيظ الدراجي وخرجوا في النظام ديال الكبرانات، وزيد عليهم الذباب الالكتروني ولا كيتهجم علينا بزاف في هذه الايام. المهم اخوتي الاعزاء، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.